وسط واحدة من أكبر الكنائس الملكية الكاثوليكية بالعالم، وأجملها وأكثرها إتقاناً وأقرب للفن الكنسي البيزنطي، اجتمع الكثير من المصلين لإحياء عيد الفصح المجيد وإحياء ذكرى صلب السيد المسيح وعزف الكشاف ترانيم خاصة بهالمناسبة. الزيتون سميت بهالاسم لكثرة أشجار الزيتون الموجودة بفناء الكنيسة من قديم الزمان، وتعتبر واحدة من أهم التحف المعمارية الموجودة فيها. هالكنيسة إلها قدسية خاصة عند المسيحيين، وبتشكل ببناء الضخم الغني بالأيقونات وحجارتها البازلتية وأرضيتها الرخامية مكان مميز للخشوع والتقرب من الله. لهيك بيقصدها المسيحيين بهاليوم وبيجتمعوا فيها بالأعياد ليشاركوا الطقوس اللي بتصير فيها.